تعرف طيب ان جماهير نادي الاهلي بتحبك؟ انت عارف المعلومه دي؟ والله انا بحس ده في الشارع بصراحه. بتحس في الشارع؟ كتير مواقف كتير جدا بحسها. طب شايف ان ايه سر العلاقه ما بين جماهير الاهلي؟ والله ما مش يعني عارفه ان انت لعبت 60 دقيقه مع النادي الاهلي. 60. فانا عايزه اعرف 60 و 15 مع بيراميدز. يعني 75 دقيقه مع النادي الاهلي، 15 دقيقه مع بيراميدز بالظبط. وكان ماتش سموحه زي ما قلت لي. هو 60 دقيقه في ماتش سموحه وبعد كده 15 دقيقه في ماتش بيراميدز. عايز اعرف ايه سر بقى حب جماهير النادي الاهلي العريق ده لكابتن محمد محمود؟ انت عارف؟ والله ما اعرف. ويمكن من عند صفه عموما في جماهير النادي الاهلي. انا قلت ده على فكره قبل كده في القناه عندنا. انا قلت هو النادي الاهلي كده كده، او جماهير النادي الاهلي يعني بالتحديد، حب الحب الجماهير للاعب هو بيجي كده لوحده. انت اول لما بتمضي اصلا الناس هتحبك لوحدك، بتعمل اي انترفيو هنا قبل ما بتنزل الملعب الناس بتحبك. الناس اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي الناس بتحبه، اي حد. بس بتختلف بقى اللي هو يعني زي مثلا ايه اللعيب بقى اللي بيدي بقلبه او بيتعامل مع بيحب النادي الناس بتحبه اكتر، بيتميز اكتر عن اي لاعب. طاهر، انا كنت قلت على طاهر قبل كده، طاهر من اول يوم الناس حبته. هم مش جديد عليهم الحب، بس هو بيختلف بقى. مثلا ممكن لاعب يتقبلوه، لاعب بيحبه شخصيته، لاعب بيحبه لعبه كده يعني. مش هي حاجه الهيه بقى، انت الناس تجتمع على واحد دي بتبقى حاجه الهيه بصراحه. طيب.